للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من أبو ظبي سعادة السيد محمد الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد الانهيان للأعمال الإنسانية. أرحب بك أستاذ محمد في نشرة أخبار الثالثة ونهنئكم بهذه المناسبة الوطنية. نتحدث عن دور الإمارات في المجال الإنساني بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكر جزيل الشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم اللامحدود في سبيل توفير كل سبل الراحة لكل المحتاجين على مستوى العالم. نحن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبدعم قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة نقدم يد العون المساعدة لجميع البشر على مستوى العالم بغض النظر عن الدين والجنس والعرق واللون. نعم أستاذ محمد، اليوم كيف ينظر العالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال العمل الإنساني بشكل خاص؟ نحن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ودعم قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة متواجدين في كل مكان في لا سمح الله في حالة حدوث الحروب أو الكوارث الطبيعية. كنا متواجدين في تركيا وسوريا وأيضا الآن متواجدين في علاج إخواننا وشقائنا وأهلنا نازحين السودانيين في تشاد. بنينا مستشفى ميداني وتم تقديم كل أنواع العلاج لهم. أيضا بدينا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في بناء المستشفى الميداني في غزة، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم تشغيل المستشفى وتقديم يد العون والمساعدة وتقديم العلاج اللازم لإخواننا وشقائنا وأهلنا في فلسطين، وايضا دولة الامارات العربيه المتحده وبتوجيهات ساميه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رشيد الله يحفظه. قامت دولة الامارات باستضافه اكثر من 1000 مريض من اخواننا وشقائنا واهلنا في فلسطين، وتم استقبالهم في دولة الامارات وتوفير افضل علاج لهم. الحمد لله نحن دولة الامارات دائما سباقين في تقديم يد العون والمساعده لجميع البشر على مستوى العالم. نعم، من أبو ظبي سعادة السيد محمد الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك.